Okay, student, we continue with the second part of the third lecture, a new topic called hyperammonemia. Normally, levels of ammonia are low, between 5 to 35 micromol per liter. However, when liver function is defective, or there is a genetic defect of urea cycle or liver disease, we can see that these levels may rise above 1000 micromol per liter. We can consider hyperammonemia as a medical emergency because ammonia has a direct neurotoxic effect on certain nervous system. من النقاط اللي ذكرناها سابقا انه الليفل او المستوى الامونيا هو واطي في الدم، فاذا كانت هناك مشاكل في الكبد او هناك جينيتيك ديفكت، اي خلينا نقول مشكلة جينية في الانزيمز اللي تعني باليوريا سايكل، فنلاحظ انه الليفل اوف امونيا ممكن ان ترتفع وممكن ان تسبب لحالة تسمى بهايبر امونيميا. ولان الامونيا بحد ذاتها هي has a toxic effect للجهاز المناعي، يعني توكسيك افكت، يعني خلينا نقول تعتبر مثل مادة سمية للجهاز العصبي، فأكيد تسبب لي مشاكل. ومن هذه اكو سيمبتومز، يعني شنو سيمبتومز؟ مظاهر لأمونيا انتوكسيكيشن، طبعا بالتأكيد واحدة منها هي ارتفاع الأمونيا بالدم، لكن لاحظ وياها كلينيكال سيمبتومز such as tremor, slurring of speech, drowsiness, vomiting, cerebral edema and blurred vision، يعني تلعثم الكلام او tremors او الدوخة وعدم التوازن، الاعياء والقيء الى اخره من الاعراض التي صاحب ammonia intoxication. هذه ممكن تكون على حالتين. We call the first one acquired hyperammonemia and the second one congenital hyperammonemia. Acquired من التسمية، مكتسبة، بسبب انه هي تظهر في الادلت لايف او حالة العمر الناضج، بسبب انه انا عندي مشكلة في الكبد نفسه وبحيث تأثر على وظيفة الكبد. For example, viral hepatitis or hepatic toxins such as using alcohol and liver cirrhosis. هاي كلها تشمع الكبد، التهاب الكبد الباروسي، خلينا نقول الهباتوتوكسين مثل تناول الكحول بكمية كثيرة ممكن سبب لي acquired hyperammonemia. The second one is congenital hyperammonemia. There is a genetic defect. أنا عندي مشكلة deficiency في الإنزيمات المصاحبة لليوريا سايكل. خمس إنزيمات موجودة في اليوريا سايكل، فممكن أني قد نشوف في بعض هذه الإنزيم واحد من هذه الإنزيمات خلي يكون أكو فد مشكلة جينية، بحيث إنه يصير بي deficiency أو قلة إنتاج هذا الإنزيم. The incidence of this about 1 to 25 live birth، يعني نسبة 1 إلى 25 ولادة ممكن أشوف إنه congenital hyperammonemia كcondition بيها. واحدة من الإنزيمات اللي ممكن أشوف there is deficiency of this enzyme called X-linked ornithine tricarbamylase deficiency. هذا most common، هذا أكثر شيوعاً، found and predominantly affect male infants and female may be carriers، يعني الإناث تكون حاملات لكن ممكن تظهر عليها الأعراض، والأكثر شيء الذكور ممكن تظهر عليها. In each case the failure to synthesize urea leads to hyperammonemia.
إذا تلاحظون إنه كل ذكرنا باليوريا سايكل وذكرنا الانتباه عليها، فهذا هو أهمهم واللي أكثر واحد يكون شائع، اللي هو X-link ornithine transcarbamylase deficiency. لكن كل ما تستمر اليوريا سايكل بحيث إنه الخلل أو قلة إنتاج الإنزيم يكون في مراحل متقدمة من اليوريا سايكل، فهذا يكون أقل وطأة بالمرض. For example, the hyperammonemia seen with arginase deficiency اللي هي المراحل خلينا نقول الإنزيم الأخير لليوريا is less severe because arginine contains two waste nitrogen and can be excreted in urine. بكل الأحوال، لأن حتى لو arginase deficiency والأرجينين هو ما تحول إلى الأورنيثين، فبالتالي يعني ما يأثر على living system، وممكن هذا يطرح. وبكل الأحوال لأن هو حوي على جزيئتين للنيتروجين، وممكن أن ترجعون لليوريا سايكل وتشوفون الإنزيمز. Historically, urea cycle defect has high morbidity، نسبة وفيات عالية، لأنه عندي مشكلة أنه تأثر الصعود أو عدم إنتاج اليوريا والإكسكريشن إلها ممكن يسبب لي ارتفاع بالأمونيا، وهذه مثل ما ذكرنا سابقا has a toxic effect on certain nervous system. The treatment may include either restriction of dietary protein بحيث أنه ما تتكون عندي الأمينو أسيد بكمية عالية وما يصير الميتابوليزم للبروتين بشكل عالي، مع الإبقاء على الكالوريز للإنفانت بصورة صحيحة بحيث إنه يخليه سيرفايف. Sometimes administration of compound that bind covalently to amino acid، بعض الأحيان يعطى مثلا تريتمنت معين بحيث انه كيلاتين مثل مواد ترتبط مع الامينو اسيد بحيث انه producing nitrogen containing molecule وبالتالي excreted through urine، يعني مركبات ترتبط مع الامينو اسيد وتكون لي nitrogen molecules وبالتالي هذه يتم طرحها بالادرار، فممكن انه improved survival. As a summary, we can say after we have seen the metabolism of a protein, we said the ammonia will be the final product and it's contained the nitrogen and must be converted to urea by urea cycle in order to be excreted in urine. If we have a defect in the liver function, sometime due to cirrhosis or hepatitis, viral hepatitis, that means advanced stages of liver disease, we may have hyperammonemia. And this will lead to problems such as intoxication of the central nervous system. One of the causes, if I ask you about hyperammonemia, it's what's mean, what are the causes of this hyperammonemia, you can say there are two types in general: acquired due to liver disease and congenital due to defect in the function of enzymes of the urea cycle. And the most common one is X-linked ornithine transcarbamylase, which are very important enzyme in urea cycle. Okay, this diagram may help you to remember the metabolism of a protein and the main concept of nitrogen metabolism we ask about. For further assessment, you can think and answer one of the following statement about amino acid and their metabolism is correct. You can think and answer one or choose one of these points
after reading your lecture. Okay, thank you and good luck.